من عبادك الصالحين. Bank Rakyat mengucapkan selamat berbuka puasa. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى telah berfirman, mafhumnya, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya, sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ Daripada Jabir ibni Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya perbezaan antara seorang lelaki beriman dan antara seorang syirik dan kufur adalah meninggalkan sembahyang. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Salah is not part-time, sometime, next time, no time. Salah must be full-time, on-time, and over-time, because death is at any time.